بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء صف الثاني والثانوي. بنكمل كلام النهاردة إن شاء الله في المحاضرة الرابعة، وهنتكلم عن النظرية الذرية الخامسة. إحنا وقفنا في المحاضرة اللي فاتت عن نظرية بور، ووصلنا إن بور عنده أربع عيوب. نفتكرهم مع بعض كده. كان إيه هي عيوب لعالم بور؟ إنه ما قدرش يفسر الطفل خط ذرة أخرى غير الهيدروجين. الحاجة الثانية إنه افترض تعيين مكان وسرعة الإلكترون معا في وقت واحد. الحاجة الثالثة إنه افترض إن الإلكترون جسيم مادي سالب وأهمل خواصه إيه؟ الموجية. الحاجة الرابعة إنه افترض إن الإلكترون بيدور حول النواة مدار مستوي، مما يعني إن الذرة إيه؟ مسطحة. النظرية بتاعت النهاردة إن شاء الله اللي هي آخر نظرية عن ترتيب الذرة، كل شغلها اللي هتعمله إيه؟ إنها هتعالج عيوب بور الأربعة. هو بصراحة هي هتعالج ثلاث عيوب، لأن أول عيب اتعالج لوحده عن طريق تقدم الإيه؟ التكنولوجيا. إن قدرنا نعمل أجهزة تفسر الطفل خط لكل العناصر. نبدأ بقى بالعيب رقم اثنين. بيقول إيه؟ بيقول أن الإلكترون جسيم مادي سالب. النظرية هتعمل ثلاث فروض. فروض النظرية ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. كل فرض منهم هيعالج عيب من عيوب بور. تعال نبدأ بالفرض الأول اسمه الطبيعة المصدرة للإلكترون. بيقول إيه الفرض ده؟ الإلكترون جسيم مادي سالب وله خواص يا جماعة موجية. يعني الإلكترون مش مادة بس، لا، ده الإلكترون مادة وفي نفس الوقت موجب. يبقى تاني، بور كان بيقول الإلكترون جسيم مادي فقط. النظرية الحديثة ردت عليه وقالت إيه؟ قالت أن الإلكترون جسيم مادي وله خواص موجية. كده إحنا عالجنا العيب التاني فوق. العيب التالت كان بيقول ايه؟ ان احنا نقدر نحدد مكان وسرعه الالكترون في وقت واحد. بص معانا بقى هنعالج العيب ده ازاي؟ اللي عالج العيب ده مبدا اسمه مبدا عدم التاكد. وخلي بالك مين اللي عمل المبدا ده؟ العالم هايزنبرج، اسمه كده هايزنبرج. هايزنبرج قال ايه؟ قال يستحيل عمليا تحديد مكان وسرعه الالكترون معا بدقه. ما ينفعش ان انا احدد مكان الالكترون وسرعته مع بعض في نفس اللحظه بنفس الدقه، ما ينفعش. امال ايه؟ نقدر نحدد مثلا السرعه ونقول عن مكان احتمال. احتمال يكون في المكان كذا. يبقى نجيب السرعه اوكي بالظبط، لكن المكان ميبي احتمال. عشان كده المبدا سميناه ده ايه؟ عدم التاكد. يبقى احنا مش هنقدر نتاكد من المكان والسرعه في نفس اللحظه. ده كده المبدا الثاني. نيجي للمبدا الثالث. خلي بالك بور كان قايل ايه؟ بص معايا في الرسم اللي شفناها المره اللي فاتت. كان بور مفترض ان الذره عامله كده. ان في مستويات طاقه والمسافات بينهم مش متساويه، وايه كمان؟ لو فاكر معايا وانت مذاكر ان الاماكن بين مستويات الطاقه محرمه على الالكترونات. يعني ما ينفعش الالكترون يكون موجود هنا بين المستويين. طب ده كلام بور. تعال نشوف الكلام الجديد بقى. المبدا الثالث في النظريه الحديثه اسمه النظريه الميكانيكيه الموجيه. اللي عمل هذه النظريه العالم شرودنجر، اسمه كده شرودنجر. بص شرودنجر ده بور كان قايل ان في مدارات، سبع مدارات. شرودنجر غير الكلمه يا جماعه، بدل المدار خلاه ايه؟ اوربيتال. ايه الفرق يعني؟ في المدار قلنا ان الاماكن دي مصادر طاقه محرمه على الالكترونات. يعني لو حبيت ارسم بص معايا كده، الالكترون اهو بيدور في المستوى ده اهو. هل ينفع يقرب او يبعد؟ لا، هو لازم يكون في المستوى. يعني لو عملت الرسم هنا رسم بياني كده يا جماعه اهو، بعد الالكترون هيكون فين؟ هيكون يا ترى متغير ولا ثابت؟ لا ثابت. يعني انت لو عملت له هنا الالكترون هيكون على البعد ده اللي هو قد ده قد ده. يبقى انا اقدر اقول الالكترون هيكون هنا مثلا. يبقى بعد الالكترون عن النواه ثابت عند المدار بالظبط. طيب ده الكلام القديم. تعال نشوف بقى الكلام الجديد. شرودنجر قال لا، في حاجه اسمها اوربيتال. قال ايه بقى اوربيتال؟ يتوالد الالكترون حول النواه في جميع الاتجاهات والابعاد. الالكترون موجود في كل حته. يعني ايه؟ يعني موجود عند المدار اهو، وممكن يكون موجود هنا كمان. يدور في الحته دي. قبل المدار بشويه. وممكن يكون موجود بعد المدار بشويه.
يبقى ايه الفرق بين الشكل ده والشكل ده؟ هنا الالكترون بيدور في خط. خط وبعد ثابتين جدا. هنا الالكترون بيدور في ايه؟ بيدور في منطقه. المنطقه دي سميناها السحابه الالكترونيه. بص على ده ايه؟ سحابه مدوره. يعني عدد كبير بيتحرك الالكترونات. لو عملناها قسمها ايه برضه؟ بص كده. هل يا ترى الالكترون هنا بعده ثابت؟ هو عن بعد معين؟ لا، البعد هنا متغير، فالشكل الثاني عامل ازاي؟ بص كده. ايه معنى الشكل ده؟ الالكترون احتماله هنا قليل، هنا احتماله اكبر، هنا اعلى احتمال. احتمال احتمال يقل تاني. عارف الحته اللي في النص دي؟ دي كانها المدار اللي في النص. لكن الفرق ان الالكترون هنا موجود قبل المدار وبعد المدار عادي. لكن هنا كان عند المدار فقط. يبقى ده الفرق بين المدار والاوربيتال. ملخص الكلام ان شرودنجر بيقول ان حول النواه مش مدارات مستويه كده، لا دي اوربيتالات مجسمه. ففي النهايه هتخلي الذره ايه؟ هتخلي الذره عباره عن كرويه وليس مسطحه زي ما بوه كان بيقول. عن طريق ثلاث فروض دول في النظريه الحديثه قدرت انها تعالج النموذج الذري بتاع بوه، وبكده يا جماعه وصلنا للشكل الحديث للذره. غير بقى الشكل البديل بتاع اعدادي اللي احنا كنا عارفينه. يبقى اذا كده قدرنا نخلص التركيب الذري وعرفناه. نلخص الكلام اللي قلناه ان احنا خدنا في الذره سبع او ثمان نظريات. بدانا بالعالم ديمقراطيس، ثم ارسطو، ثم بويل، بعد كده جه دالتون، بعد كده تومسون، بعد تومسون جه راذرفورد، بعد كده جه العالم بور، واخر حاجه يا جماعه هي النظريه الذريه الحديثه. ودي كده نهايه التركيب الذري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس في عمل غلط.